مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج منشط الصحافه وقراءه في ابرز عناوين وتعليقات كبريات الصحف المحليه والدوليه الصادره لهذا اليوم. يرافقنا للقراءه والتحليل الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعه. ارحب بك معنا استاذ عبد المحسن في هذه الحلقه. صباح الخير. صباح النور. ومشاهدينا نبدا في ابرز ما تم تداوله في الصحافه المحليه بعد هذا الفاصل. البداية من غلاف صحيفة الأنباء التي عنونت المانشيت صاحب السمو استقبل رئيس مجلس الأمة وأعضاء الشعبة البرلمانية بعد مشاركتهم في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 141، وسمو الأمير استذكروا النعم وعملوا لاستقرار وطننا. تحت هذا العنوان العريض تصطف هذه العناوين: تعزيز أمن واستقرار الوطن من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر مما يجري في دول المنطقة، ضرورة استذكار نعم الله على وطننا والعمل على دعم مكانة الكويت التي تحظى باحترام العالم، والتمسك بالدستور والنهج الديمقراطي بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون. نبدأ معك أستاذ عبد المحسن في قراءة للرسالة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بالدعوة إلى استذكار النعم والتمسك بالدستور. بالتأكيد هذه استشراف من القائد الوالد حضرة صاحب السمو أمير البلاد لاستحقاقات المرحلة وما تمر به المنطقة، وهي كلمات سامية للمسؤولين بالدولة ونواب الأمة وكذلك الحكومة والشعب الكويتي كافة للالتفات إلى استحقاقات المرحلة، التكاتف، مواجهة أي محاولات لاختراق الوحدة الوطنية، وهي كلمات تعبر عن رؤية سموه لهذه المرحلة واستحقاقاتها، وكلمات يجب أن نقف أمامها كثيرا كمسؤولين وكمواطنين حتى نحقق الوحدة الوطنية ويكون المجتمع الكويتي محصن من ما يحدث من تطورات مهمة في المنطقة. في خبر آخر أيضا الموضوع على غلاف الجريدة التي عنوانا بالعريض سمو الأمير للنواب عززوا أمن الوطن، وسموه دعاهم إلى أخذ العبر مما يجري في دول المنطقة والعمل على دعم مكانة الكويت، وضرورة التعاون البناء بين السلطتين لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، والغانم لا حل للمجلس والأمور طيبة. على الخط نفسه أيضا تعنون صحيفة الوسط سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك وأعضاء الشعبة البرلمانية وبعض الوزراء والأمير التعاون بين السلطتين يعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون والعمل على دعم مكانة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم. هذا الخبر من صحيفة الكويتية التي تكتب في عنوان عريض لمصر وشعبها العزيز في قلوب أبناء الكويت محبة كبيرة، وسمو رئيس الوزراء نتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع القاهرة، والحكومة تؤكد الكاملة أو القدرة الكاملة في قدرة الحجرف على مواجهة الاستجواب والمساءلة النيابية، حق دستوري لعضو مجلس الأمة والوزير سيؤكد سلامة موقفه. أيضا الخبر في صحيفة الرأي التي تناولت الزيارة تحت هذا العنوان: ملفات سياسية واقتصادية على طاولة المحادثات مع كبار المسؤولين والمبارك، نتطلع لتعزيز العلاقات مع مصر والانطلاق إلى أفاق جديدة من التعاون المثمر. ومن وجهة نظرك ما أهمية هذه الزيارة، وإذا ما تحدثنا عن التوقيت السياسي لها؟ بالتأكيد هذا تعكس التوافق وتطابق الرؤى بين القائدين الكبيرين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة أنه كانت له زيارة مؤخرا في نهاية شهر أغسطس تم بحث فيها العديد من الملفات المهمة فيما يتعلق في تطورات المنطقة، التنمية، وكذلك التعاون الاقتصادي. ما تم الاتفاق عليه بين القائدين الكبيرين يعكسه الآن رئيسين السلطتين التنفيذيتين في البلدين، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وكذلك رئيس وزراء مصر. الآن تبحث الصيغة التنفيذية لما وصل له القائدين من تفاهمات في جميع المجالات وخاصة في التنمية الاقتصادية. نرى ما يحدث في المنطقة، الأحداث التي تحدث في المنطقة كلها بسبب أزمات اقتصادية، عدم القدرة على التنمية، ولكن في مصر الآن انطلاقة كبيرة بسبب سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنمية والانفتاح والمشاريع الكبرى وكذلك التعاون الاقتصادي الكويتي. حجم الاستثمارات الكويتية في مصر فاق 15 مليار دولار وبالجانب القطاع الخاص، وهذه الأمور ستؤدي إلى انطلاقة تخدم الشعبين وخاصة في المجال الاقتصادي. في المرحلة المقبلة سيكون فيه تركيز
في المنطقة ككل بعد الأمن هو التنمية الاقتصادية، وهي التي ستكون الحصن للمجتمعات واستقرار المجتمعات في المرحلة القادمة. لذلك التركيز بين حضرة صاحب السمو والرئيس المصري دائما على الجوانب التي تعني بالتنمية الاقتصادية. نعم، هذا من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية؟ من الناحية السياسية طبعا هناك توافق تاريخي بين الكويت ومصر في جميع الملفات السياسية التي تتعلق بالأمن وتتعلق بالتطورات، قضية الفلسطينية، قضية الأحداث التي تحدث وأمن الخليج. نعم، هناك تطابق في هذه الأمور، ولكن أعتقد الزيارة لها جانب اقتصادي تنفيذي أكبر للبروتوكولات، وخاصة نعم أن هناك 22 اتفاقية ستتم توقيعها خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. في خبر آخر من صحيفة النهار التي تعنون في صفحة مال وأعمال، وفق تقييم مجلة جلوبال فاينانس العالمية، الهاشل ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، وما مدى رمزية ودلالة هذا التكريم بالنسبة للكويت من وجهة نظرك؟ هذا يؤكد بأن الكويت لديها كوادر ممكن أن تدعم رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى، ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي. الكويت لديها كوادر مؤهلة لأن تحمل هذه الرسالة، وكذلك سجل وتاريخ الكويت في مجال الأعمال والتجارة، كل هذا مجتمع يؤكد أن هناك بنية تحتية كويتية لكي يتم نجاح رؤية الكويت 2035 وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، خاصة أن الكويت لها تاريخ مصرفي محترم، لها الريادة في مجال المصرف الإسلامي وفي عدة مجالات في تنمية المشاريع. كل هذا يؤكد مرة أخرى بأن لدينا البنية التحتية والكوادر الفنية لانطلاق رؤية 2035. نعم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية بعد هذا الفاصل. في المنشط الدولي، تناولت الشرق الأوسط تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالة المسؤولين اللبنانيين على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، رغم الوعود الحكومية بخطط للمعالجة لا تشمل ضرائب جديدة، وتأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على حل مطمئن وقريب للأزمة التي اندلعت الخميس الماضي. بعد جلسة للحكومة تردد أنها تبحث في فرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز المالي في المالية العامة، وبالتوازي مع الحراك كانت يقظة حكومية لافتة لمحاولة إيجاد حلول ترضي المتظاهرين وتحافظ على المالية العامة. هذا الخبر من صحيفة الرأي الأردنية. قالت أن القوى السياسية الرئيسية أبلغت رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على خطة إنقاذية اقترحها لحل الأزمة الاقتصادية عشية انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة على وقع احتجاجات غير مسبوقة تعم البلاد. وقال مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة فرانس بريس أن الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها أو إرسالها إلى الفرقاء كافة. أما في صحيفة اللواء فأبرزت موقف طرف آخر من الأزمة، حيث نقلت عن جون بلاط أن بعض الوزراء يجب أن يتنحوا ولا يمكن لحزبه البقاء معهم في الحكومة. وسمى جون بلاط وزير الخارجية جبران باسيل معتبرا أن الأخير يجب أن يتنحى أيضا، وأعلن جون بلاط رفضه للورقة السياسية أو الاقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري، داعيا إلى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جيد أو جديد. وأشار رئيس الاشتراكي إلى أن حزبه سيشارك في اجتماع الحكومة اليوم وفقا للورقة التي قدمها. إذن يعني تجدد للمظاهرات لليوم الخامس، دعوة من المتظاهرين اليوم لهذا اليوم ليوم الحسم بما يدعى بإضراب عام لجميع المرافق اللبنانية، وانتهاء مهلة 72 ساعة، وتقدم ورقة اقتصادية من رئيس الحكومة سعد الحريري وترفض من جون بلاط، ويقدم ورقة أخرى لحل اقتصادي. كيف تقرأ المشهد بجله؟ المشهد يعني ينبئ على أن هناك انقسام كبير على مستوى الطبقة السياسية أو الطبقة التي تحكم في لبنان، بعكس الشارع الذي يظهر بأنهم لديه يعني توافق ألقى الطائفية ألقى المناطقية، كله لهم مطالب محددة. هذا الانقسام لم ترفع أعلام الأحزاب، لم ترفع أعلام الأحزاب حتى المناطق. هناك انقسام على مستوى الحكومة على مستوى الطبقة السياسية، ولكن في الشارع هناك توحد على المطالب. وهذا أمر يعني ليس
جيدا في هذه المرحلة، خاصة وأن الشارع اللبناني قد استبق السياسيين ككل، ولديه مطالب ليست فقط اقتصادية، لديه مطالب أيضا في إصلاح النظام النظام السياسي في لبنان، وتنحية أو تقليل المنح الطبقي أو عفوا المنح الطائفي أو التقسيمي في هذا في النظام السياسي. أعتقد أن لبنان الشقيق، لبنان الجميل، هذا الشعب الشقيق يستحق أن الطبقة السياسية أو الحكومة تكون أسرع في عملية الاستجابة لمطالبه، وأن يكون هناك حوار وطني سريع يؤدي إلى نتائج، لأن الشارع أصبح يتقدم الطبقة السياسية بكثير وأصبحوا خلفهم، وقد هذا يؤدي إلى عملية انشقاقات وعملية سلبية. أتمنى أن يكون هناك توافق خلال الساعات المقبلة على عملية إصلاح سريعة ووعود بحوار وطني لإصلاح النظام السياسي ككل في لبنان، و استجابة، لأن الشارع الآن لا يتكلم فقط عن انتخابات نيابية مبكرة ستعيد نفس المشهد السابق، بل يريد عملية إصلاحية شاملة اقتصادية وسياسية. إسقاط رموز الحكم بالأمس رفعت هذه المظاهرات، ولكن الآن الخيارات أمام الحكومة في ظل تصاعد التظاهرات، وكما تحدثت اليوم دعوة هناك لإضراب عام. نعم، لذلك على السياسيين ألا يظلون على نفس النقمة القديمة ومحاولة هز العصب الطائفي أو التمترس خلف الطائفة. الآن الأمور الشباب في لبنان الآن تجاوز هذه المرحلة ويريد دولة بصيغة مختلفة عن ما كانت عليه في السابق على أساس طائفي ومناطقي، يريد دولة جديدة بهوية لبنانية، وهذا ما سمعناه في المظاهرات، التركيز على الهوية اللبنانية بعيدا عن الاصطفافات الطائفية والمناطقية. ولذلك على السياسيين أن يعوا أن هذا الخطاب لم يعد يؤثر في الشارع اللبناني، ولكن الشارع اللبناني يريد نظام جديد كدولة وكهوية لبنانية تجمع اللبنانيين ككل من أجل مصلحتهم، من أجل التنمية، من أجل أن يعيش اللبناني في وطنه مرفه سعيد يمكنه أن يعيش عيشة كريمة. ولذلك فإن الخطابات السابقة لن تجدي نفعا، بل سيكون لها ضرر وسلبي أكبر. وللأسف كما تحدثت بأن يعني هذه الخطابات الآن لا تؤثر في الشارع اللبناني، والآن ما يجمع اللبنانيين هو وحدة الكلمة، وحدة مصالحهم، نعم، وحدة ووحدة الإصلاح أيضا، ووحدة الإصلاح أيضا. نعم. من الملف اللبناني إلى الملف السوري، قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام الذي كان أحد المنتقدين لقرار الرئيس دونالد ترامب بنقل القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الأحد، إنه يعتقد الآن أن الحلول التاريخية ممكنة. وحسب ما نشرته ميدل إيست آي، فقد قال جراهام أن المحادثة التي أجراها مع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثارت تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل يضمن تركيا أمن تركيا والأكراد واحتواء تنظيم داعش. وقال إن ترامب مستعد لاستخدام القوى الجوية الأمريكية في منطقة منزوعة السلاح أو المنطقة المنزوعة السلاح تحتلها القوات الدولية، مضيفا أن استخدام القوى الجوية قد يساعد في ضمان عدة أو هروب مقاتلي داعش المحتجزين من المنطقة. كما تعلم بأن السناتور الجمهوري المقرب من الرئيس دونالد ترامب يعني قبل أسبوع كان من أكثر المعارضين لسحب القوات الأمريكية من مناطق نفوذ الأكراد، وادعى وقال بأن هذه العملية أو هذا الانسحاب سيجعل من الأكراد في محرقة أمام الأتراك. لكن الآن نلاحظ تغير في الموقف حتى من الرئيس الأمريكي، ما سبب هذا التغير؟ هو يعكس عدم وجود استراتيجية لدى الإدارة الحالية ولدى الجمهوريين في منطقة الشرق الأوسط. يعني الرئيس ترامب لديه في نفس اليوم تصريحين متناقضين، وفي كل في القضايا تتعلق بالشرق الأوسط لديه أكثر من مستشار أمن قومي، أكثر من 3 مستشارين خلال ولاية لم تكمل 4 سنوات، وهذا يعكس التذبذب وعدم وجود رؤية واضحة وثابتة للسياسة الخارجية تجاه المنطقة. ولينزي جراهام المحسوب على الحزب الجمهوري والمقرب للرئيس ترامب يعكس هذه الصورة. ولكن أنا أعتقد أن الرئيس ترامب استطاع أن يقنع بأننا لا نريد أن ندخل في هذا المستنقع، ولا نريد أن نكون شرط المنطقة في هذا، ولكن يمكن أن نصل إلى حلول من خلال المفاوضات ومن خلال التقدم خطوة والرجوع إلى خطوة
مع أردوغان ومع الأكراد. ولذلك أعتقد بأنه تم إقناعه بهذا الأمر بأن المنطقة صعبة، لا نريد أن ندخل بجنود في هذه المنطقة ولا نريد أن نتورط، ولكن أن نلعب دور من خلال التهديد ومن خلال المهادنة، من خلال حلول جزئية وحلول كاملة حتى نصل. وهو ما يعكسه هو اتفاق تاريخي، اتفاق تاريخي سيكون عبارة عن صيغة اتفاق سياسي، وليس هناك ولن تكون هناك مواجهات عسكرية، سيكون هناك اتفاق سياسي. هم الآن يلعبون مع الأتراك ومع الأكراد لعبة المهل، المهل والتقدم والتأخر حتى الوصول إلى أمور اتفاق وعدم التورط في أي مواجهات قد تضر الرئيس ترامب بالانتخابات المقبلة. نعم، على الجانب الآخر الآن هناك كثير من المحللين السياسيين يذهبون إلى أن عملية نبع السلام ستقوي النفوذ التركي في سوريا. الآن ما الدور الروسي والدور الإيراني في دخول تركيا للمناطق والحديث عن منطقة آمنة، ونحن نتحدث يعني خلال العملية السياسية سواء في سوتشي أو حتى في أستانا تتحدث عن وحدة الأراضي السورية، وهو ما جعل روسيا تنظر إلى عملية نبع السلام بمظهر فقط من ينظر أو من يشاهد، ولم تعلق على هذه العملية أو تعترضها؟ أنا أعترض، لا، لن يكون لأحد يعني تأثير كامل. هناك نظام محاصصة الآن، الروس أعتقد لهم اليد العليا في نظام المحاصصة الذي يحدث. تركيا ستأخذ نصيبها، الروس يأخذون نصيبهم، الإيرانيين سيأخذون نصيبهم في ظل الأوضاع الحالية، هي نظام محاصصة، ولن يكون لأحد التفوق الكامل في أي منطقة. الأمور ستوزع على المتخاصمين والذين يلعبون على الساحة السورية. نعم، الآن منطقة منبج سيطرت عليها القوات السورية، هناك تقدم من القوات التركية، وربما هناك احتمال لاصطدام ما بين الجيشين. الآن روسيا مع من ستقف من وجهة نظرك؟ هل هي مع الحليف السوري أم مع الحليف التركي أيضا؟ الحلول الوسط، هو حلول وسط. لن يكون هناك، أنا أعتقد لن تكون هناك مواجهة تركية سورية مع قوات النظام السوري بتركيا. روسيا تضبط الأمور في تلك المنطقة، والأتراك يتبعون الاتفاقيات التي تحدث. ولذلك اللقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي هو لضبط الناقمة في تلك المنطقة، بحيث لا أحد أن يتجاوز الأدوار المرسومة بالمنطقة. نعم، من صحيفة الاندبندنت أولت اهتماما بمجريات الأحداث في هونغ كونغ، حيث حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية شوارع متعددة في هونغ كونغ، واشتبكوا مع ضباط الشرطة بعد أسبوعين من الهدوء النسبي في المدينة، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشود، بينما كان العشرات يتظاهرون في الشوارع. بعدها أعلنت الشرطة أن المسيرة غير قانونية بسبب المخاوف من السلامة العامة، ورد المتظاهرون بإلقاء قنابل حارقة على مركز شرطة تسوم تشات شوي. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم اخترناه من صحيفة الشرق الأوسط بعنوان عصر روسيا الذهبي باستمرار الانكفاء الأمريكي. ترى فيه كاتبته سوسن الشاعر أن الرابحين من سياسة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط هم الروس، فكل فراغ يتركه الأمريكيون يملأه الروس بمكسب ومن دون ثمن باهظ. ففي منطقة البحر الأبيض المتوسط كان الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية أثره الفوري، إذ لم يعقبه دخول القوات التركية فقط للأراضي السورية، إنما استعادة مناطق كانت تحت نفوذ الأكراد فدخلتها قوات النظام السوري برعاية روسية، وهي تقع على المناطق الحدودية السورية التركية. ذلك مكسب تحقق لروسيا بلا احتكاك مع الأكراد ومواجهة القوات الأمريكية الحليفة التي كانت تسندها. وعلى أردوغان الآن أن يتفاوض مع بوتين لا مع الأمريكيين لتحديد مساحة المنطقة الآمنة واقتساماتها، حيث تركزت اهتمامات كل من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو في اجتماعهما مع أردوغان على حفظ ماء وجه الأمريكيين وترقيع ما قام به ترامب من إجراء انتقد انتقادا لاذعا حين تخلى عن حلفائهم التقليديين الأكراد. عصر ترامب يمثل لروسيا امتدادا لعصر أوباما، فلا تختلف خطوط ترامب الحمراء عن خطوط أوباما، حيث اعتمدت تلك الخطوط في قوتها على رصيد سمعة الولايات المتحدة التاريخية لا على سمعتها المعاصرة، وشتان بين السمعتين. لذلك فإنه يعد العصر الذهبي لبوتين وروسيا، وأهدت سياسة الانكفاء الأمريكية العديد من المكاسب.
إلى الكاريكاتير. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الجريدة، ولك التعليق. يعني مع الرشوان ذكي جدا و يعبر عن درجة الحرارة في لبنان، أن الدرجة مرتفعة ويحتاج إلى أحد إلى تهدئة الأمور وإعادة الحرارة إلى وضعها الطبيعي. ربما في إشارة إلى تصاعد حدة المظاهرات. نعم. وخاصة اليوم. نعم. هو الدعوة لإضراب عام في شوارع بيروت. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير عن لبنان والتظاهرات اللبنانية نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من ماشية الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة على تواجده معنا، وأشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.